السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم تلاميذ سنة أولى من التعليم المتوسط. نروح مباشرة إلى الصفحة 66 ونحل نص وتحضير نص ماسينيسا. إذا نقرأ أول النص، وقبل ما نبدأ ونقرأ النص نعطيك سؤال. أولا، ابحثوا على امرأة أبوها ما اسم هذه المرأة التي أبوها نبي وأخوها نبي زوجها نبي وابنها نبي؟ وصلوا وسلموا على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. ونبدأ الآن نص ماسينيسا. إذن كان ماسينيسا ملكا عظيما ذا سياسة ودهاء وإرادة ونظام وعناية بالفلاحة والتجارة، صبور على الشدائد ثابت العزيمة، خاض غمرات الأهوال ولجج الخطب بقوة جنان ورباطة جأش، حتى تغلب على أعدائه وأورث بنيه ملكا ثابتا ونفوذا عريضا. كان لا يفرط في حقه من الميلاد، ابتسم له الدهر، ولكن مع يقظة وحذر، فلا يغفل عن أحوال مملكته خوفا من تدبير ثورة. وكان له أسطول وسكة مطبوعة باسمه. كان هذا الملك حلو الفكاهة، رقيق القلب مع الصبيان، شديد على من يمس استقلاله، متقشفا في نفسه، متألقا في مظاهر ملكه. لم يرمي بأهله في الحروب تلددا بسعة النفوذ، ولا كان يعتني بشخصه ويهمل شأن أمته. كان محافظا على عاصمته وعاملا لترقيتها وتحصينها، فجلب إليها أهل العلم والفن من الأجانب، وأصبحت على عهده مدينة علم وجمال ورفاهية. وقد كان ماسينيسا نفسه مكبا على العلم، فاشتغل بالعلوم اليونانية والرومانية حتى برز فيها، وأصبح عالما مطلعا بالفلسفة. ولما أحس بدنو أجله جمع ابنيه وابن أخيه وأوصاهم بالاتحاد في السلم. هنا يذكرنا بأيوب عندما جاءه الموت وأوصى بنيه، وكذلك يعقوب عليهما السلام أو عليهم السلام أجمعين، عندما أوصى بنيه بوحدانية الله. إذن ولما أحس بدنو أجله جمع ابنيه وابن أخيه وأوصاهم بالاتحاد في السلم والتعاون على حفظ المملكة، حتى لا ينفرط عقد عزمهم وتذهب دولتهم ضحية الشقاق. وقد أدركه حمامه بعدما أدار دولته أحسن إدارة 30 سنة، وترك مملكته الواسعة في هناء واطمئنان ذات عمران مستبحر عفوا. لم تنقصه الثورات الداخلية ولا عطلته الحروب الخارجية. هنا الشرح موجود. عناية هي اهتمام، العزيمة هي الإرادة، بقوة جنان يعني قوة القلب، رباطة جأش شجاعة وقوة. أما أشرح كلماتي، لجج الخطوب ومتقشفا. إذا نشرح هذه الكلمات ثم نعود إلى أسئلة النص، وبعدها الأفكار الجزئية أو الأساسية والفكرة العامة. إذن شرح كلمة لجج. أولا وقبل كل شيء، مفردها لجة وهي الموج. الخطوب مفردها الخطب وهي المصائب. أما متقشفا فهو مقتصدا في الإنفاق. إذن هذا شرح هذه الكلمات. روحوا نكتبوهم في تحضير النص ماسينيسا.
صفحة 66 يعني شرح المفردات. إذن ها هو شرح المفردات. إذن المفرد لجج هي لجة ومعناها الموج، الخطوب إذن مفردها خطب. إذن نجد هذه الكلمة في شعب الجزائر مسلم. إذا الأوروبا تنتسب نجد الخطوب وهي مفردها الخطب أو جمع الخطب يعني المصائب. متقشفا وهو مقتصدا في الإنفاق. روحوا الأسئلة الناس الآن. ماذا تعرف من قبل يعني عن شخصية ماسينيسا؟ إذا ماذا نعرف عن شخصية ماسينيسا؟ إذا ما أعرفه عن شخصية ماسينيسا أنه قائد وبطل جزائري أمازيغي وحاكم لمملكة نوميديا. السؤال الثاني، خص الكاتب ماسينيسا بجملة من الصفات الحميدة، استخرج بعضها من النص. أكيد خصه ببعض الصفات الحميدة. إذا نذكر هذه الصفات، منها أنه ملك عظيم، صبور، كذلك صاحب سياسة ودهاء، وإدارة طبعا صاحب سياسة ودهاء يعني إدارة نظام، ورباطة جأشة. إذن كان يعتني بالفلاحة والتجارة. إذن هذه الأوصاف التي خص بها الكاتب نكتبها ثانيا. إذن هذه الصفات الحميدة الموجودة والتي خص بها الكاتب ماسينيسا، منها إذن ملك عظيم، صاحب سياسة ودهاء وإدارة ونظام، صبور، رقيق القلب، حلو الفكاهة، يحب التضامن والاتحاد، مكب على العلم إلى آخره. يعني هناك الكثير من الصفات، ممكن أنتم تختاروا بعض منها فقط. السؤال الموالي، أذكر بعض أعماله وهو يدير دولته. إذن ما هي الأعمال التي أدارها عندما كان يدير دولته؟ إذن بعض الأعمال أيضا وهو يدير دولته، إذن كان التقشف في نفسه والتألق كما قلنا في مظهره، في مظهر دولته، محافظ على شعبه ودولته. أيضا اهتمامه بالعلم في نفسه وفي شعبه. إذن هذا بعض الأعمال التي كان يديرها وهو يدير دولته. إذن ثالثا، إذن بعض أعماله وهو يدير دولته طبعا هي، إذن عندنا التقشف في نفسه والتألق في مظاهر دولته. كذلك المحافظة على شعبه. وعلى دولته. كذلك اهتمامه بالعلم. بما في نفسه وفي شعبه أيضا. يعني هذا الجواب الثالث. السؤال الرابع، إلى أي مدى كان اهتمامه بالعلم؟
مثل لذلك من النص، يعني يجيب مثل من النص. مثلا رابعا، إذن كان اهتمام في العلم إذن الجواب هو كان اهتمام يعني ماشي ليس بالعلم عظيما. ومن أمثلة ذلك من النص عنده، إذا ماسينيسا كان مكبا على العلم حتى أصبح عالما مطلعا بالفلسفة، كما اشتغل بالعلوم اليونانية والرومانية حتى برز أو برز فيها. إذا نروح الآن للسؤال الموالي، بما أوصى ابن أخيه لما قرب أجله؟ إذا أوصاهما هنا بالاتحاد في السلم والتعاون وعلى حفظ المملكة. الخامس، والجواب على السؤال الخامس هو أن ماسينيسا أوصى ابنيه وابن أخيه لما قرب أجله بالاتحاد في السلم والتعاون على حفظ المملكة من كل اعتداء، سواء كان هذا الاعتداء من الداخل أو من الخارج. نروح الآن إلى الفكرة العامة لنص ماسينيسا. الفكرة التي اخترتها هي: ماسينيسا ملك عظيم، بفضل دهائه وعدله وعلمه كون مملكة قوية وأورث بنيه ملكا ثابتا. أما الأفكار الأساسية، هي أولا الفكرة الأولى للفقرة الأولى: ماسينيسا شخصية عظيمة ذو سياسة ودهاء وإدارة ونظام، مع اليقظة والحذر استطاع تكوين مملكة عظيمة. الفكرة الثانية للفقرة الثانية هي الصفات الحميدة التي وصفها الكاتب، أو في مكان وصفها الكاتب نقولوا أو خاص بها الكاتب: الملك العظيم ماسينيسا واهتمامه بالعلم وشؤون دولته وشعبه. أما الفكرة الأخيرة للفقرة الثالثة، إذا هنا كان ماسينيسا قبل أن يموت يوصي أبنائه بالاتحاد أو بالوحدة وعدم التفرقة. الفكرة الأخيرة هي وصية ماسينيسا أبنائه بالاتحاد أو بالوحدة والحفاظ على المملكة من الأعداء. أما القيمة التربوية، أو المغزى العام، نقول حديث شريف للرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. إذا هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم. وأخيرا القيمة التربوية أو المغزى العام، إذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. وهذا بيت شعري: إن كان للمرء أو للمرء عزم في إرادته فلا الطبيعة تثنيه ولا القدر. إذا هكذا نكون قد أنهينا لتحضير نص هذا ماسينيسا، صفحة 66 مع الأفكار والفكرة والقيمة التربوية. إذن لا تنسوا الإعجاب بالفيديو واللايكات والتعليقات والأسئلة إن أمكن. إلى الملتقى، أترككم في رعاية الله وحفظه، وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.